في إهمال في طبيعة التحصيل العلمي، وهذا كان ظاهر خلال السنوات الأخيرة. المدارس اللي تابعة بنقول مقاولياً يمكن فيها اهتمام في كمتابع الطالب، لكن كبنايات وكشغلة زي هذه في إهمال بشكل كبير، لأنها مخصصة بالأساس لتكون بيوت أو عمارات. مستوى التعليم المتدني، البلدية وسلطات الاحتلال لا تهتم كثيرا بالتعليم في الوسط العربي والوسط الفلسطيني في القدس، بل تتعمد تجهيل هذه الفئة من الطلاب. يعني أنا حطيت مرة أنت ولد من هون من وكالة الغوث وحطيته في مدرسة شعفاط، يعني دخلت على الصف واصلة مش عارف تفتح الباب، كانت في مدرسة شعب وما نفعش للصف السادس، عودت نقلته في الوكالة. لأبعاد سياسية، كما تعلم السلطات الاحتلال تستهدف المقدسيين بالتهويد وبالحرمان من الحقوق من جميع النواحي، والتعليم مستهدف منذ عام 67 يعني في القدس، وهناك مدارس يعني تكاد تنعدم فيها أدنى الاحتياجات للطلبة والطالبات. معلمين عندنا ناقص، المدارس يعني لو اجى معلم متأخر تعرف، والله عشان الضفة وعشان الطريق